لمستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ اليمن، وصلت أسعار المواد الغذائية بفعل انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما انعكس بشكل كبير على حياة المواطنين في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلد وانقطاع مصادر الدخل. كل واحد له سعر، ولما ننزل اللجنة بالأسواق تشوف الأسعار هناك المواطن يرتاح في هذه المسألة، أما إذا كان مهملة يعني لا الحكومة تنتبه للأسعار ولا الموظف ينتبه للأسعار، فهذا يعني مال سائب. تقارير محلية ودولية تحدثت عن مجاعة تجتاح البلد، وأصبح ملايين اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ومعتمدين على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، كما أعلن عن حالات وفاة بسبب الجوع. السلطة المحلية مقصرة في ضبط التجار، الجهات الضبطية كمان مقصرة في ضبط التجار، التجار يلعبون ويتلاعبون بالأسعار، وكل تاجر يبيع بسعر حسب مزاجه يعني. غياب الرقابة من مؤسسات الدولة والمضاربة في سعر العملات وجشع التجار تسبب بارتفاع جنوني للأسعار يفوق ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بأضعاف. الشيء اللي لاحظناه في زيادة الأسعار وزيادة العملة الصعبة إن زادت الأسعار كانت في المواد الغذائية في الساعة الواحدة، في الدقيقة الواحدة كانت تزيد. الآن نلاحظ أن العملة الصعبة الدولار أو السعودي هبط، لكن لم نلاحظ أي شيء من التجار، ونرجو من الجهات المختصة عمل الحلول اللازمة. خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا ملحوظا، وبدأ الريال اليمني يتعافى تدريجيا، لكن أسعار السلع الغذائية ما تزال مرتفعة، وهو ما سبب حالة من السخط في أوساط المواطنين من غياب دور الجهات الرسمية في ضبط التجار من التلاعب بقوت أطفالهم. غياب الدور الرسمي في ضبط المتلاعبين بالأسعار وأيضا بالعملة المحلية أمام الأجنبية يسهل للتجار تسعير المواد الغذائية وفق ميزان جشعهم، غير مبالين بحياة الملايين من الجوع الذين تضربهم الأزمات المتلاحقة منذ تحقق انقلاب الميليشيات الحوثية. فواز الحمادي، قناة بلقيس، الحجرية، تعز.